فرقة 47 سول معنى الاسم أو فرقة 47 بالعربي، هي إشارة لسنة 47 لما كنا بنقدر نطلع بالسيارة من عمان للقدس لدمشق لبيروت بدون ما يكون في حدود، فهي إشارة لحرية التنقل بشكل عام. حرية التنقل هي شغلة أساسية بالنسبة لنا، ومنتصور أنه إذا المجتمع الإنسان العربي بده ينهض ويعمل تغيير لازم نكون إحنا متواصلين مش مقسمين. تأثرنا بأنواع موسيقى مختلفة من حول العالم، من ريجي لهيب هوب لموسيقى العربية الكلاسيكية للراي، وألوان كثير من الموسيقى مبنية على الحركة والرقص وبرضو على كتابة الموسيقى يعني الغناء. رسالتنا للعالم انه احنا بكل بساطة بنعزف موسيقى عشان نعبر عن نفسنا، والمحيط اللي حوالينا بيضطرنا ان ندخل بهاي المواضيع، بس لو حياتنا كانت كلها اشياء حلوة وفراشات كان غالبا بنكون بنغني عن الفراشات والاشياء الحلوة. عندنا مشوار طويل بعملية يعني اغناء الثقافة اللي احنا فيها، وان نكون موجودين، يعني المهم نكون احنا موجودين على ارض الواقع وعم بنحكي اللي عم بيصير حوالينا ومنتواصل. بس بالنهاية احنا فرقة موسيقية وهدفنا نعمل موسيقى جميلة بيسمعها الانسان حتى لو مش فاهم الكلام وبيرقص عليها. ف يعني ما فكرة انه المواضيع الاجتماعية والسياسية بتدخل على موسيقتنا هي بتدخل لانه الانسان ما بيقدرش يفصل نفسه وهو بيألف موسيقى عن الواقع. نسمع طبعا الغناوة ونسمع اشياء تانية من انواع الموسيقى الموجودة في المنطقة، نسمع فرق مغربية بلندن، احنا عايشين بلندن ومنحب آلة الجمبري ومنحب البيس، يعني في اشياء كتير من المغرب. خلينا نحكي احنا متأثرين موسيقى المغرب لانها غنية كفاية انها تأثر على الموسيقات اللي حواليها. بعرف سعد المجرد عم نشتغل على ألبومنا الثاني، بدأت عملية الكتابة بس ما بديناش بالتسجيل، وخطتنا أن نوصل على بلاد أكتر. كنا إحنا عم نلف بالعالم كويس حاليا، يعني لفينا كويس، بس بدنا نلف أكتر نتواصل مع الشعوب العربية أكتر، بنحب نرجع على المغرب كمان مرة. بتجنن شمسها فاتحة عن جد، يعني حاسك ضوء الشمس عالي مش إنها حارة لا، بس كتير ضوء لا جميلة كتير المغرب، مبسوطين نحن فيها.